ودلوقتي معنا آخر presentation للنهاردة، هتبقى مع German Center that will be presented by Mr. Mazin. شكرا. اوكي الصوت واضح. اوكي مبسوط جدا ان انا موجود معاكم النهارده في Education Gate كممثل اكاديمي لديكا في اكاديمي لتعليم اللغه الالمانيه. طيب اولا احب اتكلم عن نفسي، اعرف يعني انا مين. انا اسمي مازن سليمان، مؤسس ديكا في اكاديمي، اتخرجت في كليه اللغات والترجمه جامعه الازهر 2015. وبعد التخرج كان ليا بعض الخبرات في عدد من الشركات المالتي ناشونال الخاصه بالعمل في مجال اللغه الالمانيه في الكول سنتر والتكنيكال سبورت. اشتغلت الاول في مجال الكاستمر سيرفيس، بعد كده اشتغلت كريكروتمنت كورنيتور في احدى الشركات الكبيره. فالخبرات اللي جمعتها في الشغل سواء في الكول سنتر او في الريكروتمنت كانت هي السبب في ان احنا نبدا نشتغل على سوق العمل، لان احنا في الفتره دي لاحظنا كم النيد او كم الاحتياج لمتحدثي اللغه الالمانيه في الماركت هنا في مصر حاليا. يعني السوق كان بيكبر بسرعه شديده جدا، والمتطلبات او الشركات كانت دايما بتكون بتدور على كواليتي او كواليتيت او كواليتي معينه للناس اللي بتتكلم الماني، سواء من خريجين كليات الالسن واللغات والترجمه. بس كان في مشكله دايما كنت انا بلاحظها اثناء وانا شغال او لما كنا بنعمل الانترفيوز وكده، كان في مشكله دايما ان في بعض المشاكل خاصه ممكن بالسوفت سكيلز او خاصه باللغه الالمانيه، فكان في دايما عائق شويه ان كان في ناس كثيره بتبقى جات ريجكتد. فمن هنا كان دايما الفكره ان احنا نشتغل على الكانديداتس اللي هم موجودين بحيث ان احنا ناهلهم لسوق العمل او للشغل باللغه الالمانيه. بدانا الاول ان احنا نديزاين كورس، قعدنا فتره طويله جدا نشتغل على المحتوى الموجود، سواء بشتغل على اللغه بشكل عام من البدايه لحد ما نوصل لمستوى الاحتراف، لان اللي هيشتغل باللغه هو هيتعامل مع كاستمر الماني، الكاستمر ده موجود في المانيا وبيتصل وعايز حد يقدر يكون بيتكلم اللغه بجوده معينه بحيث انه يقدر يفهمه ويقدر يوصل له المعلومه ويحل له مشاكله بدون ما يكون في عائق في التواصل او بدون ما يكون في حتى فرق في الثقافات او يكون في مشاكل كتيرة منه هو شخصيا. بدأنا ان احنا بعد ما قعدنا فترة طويلة نشتغل على الكورس الخاص بالهايرينج، كان النجاح كويس جدا، قدرنا بفترة من اول ويف ان احنا نساعد ناس ان هي تجتاز الانترفيو وان هي تشتغل وان هي تبقى جيت هايرد في اكتر من شركة. ثم بدأنا بعد كده ان احنا يكون لينا توسع بان احنا لا دلوقتي احنا كنا بنشتغل على الخريجين اللي هو اتخرجوا من كليات الالسن بس لسه عندهم بعض المشاكل، سواء يا اما بالمهارات الشخصيه اللي هي الكاركتر ايجنشافتن اللي هي السوفت سكيلز او المشاكل في اللغه نفسها. لما لقينا ان في فعلا قبول وفي نجاح كبير جدا للفكره وللمشروع وساعدنا ناس كتيره جدا ان هي تشتغل، بدانا ان احنا نبدا نقول طب ليه احنا ما نعلمش من البدايه خالص. فبدانا ان احنا نوفر كورسات من الزيرو، من اول مستوى A1 لحد مستوى C1، وفي فتره قليله جدا ان انت تقدر تخلص في خلال سنه واحده تخلص المستويات من A1 لB2 وتكون جاهز ومستعد لسوق العمل. طبعا احنا بنشتغل على حاجتين، اول حاجه التاهيل لسوق العمل، هو ده كان يعني حتى اسم المكان ديكا في اكاديمي او داين كاريغا فيك هو يور كارير باث او طريقك لسوق العمل. والحاجه الثانيه اللي احنا بنشتغل عليها التاهيل للدراسه في المانيا. يبقى انا بشتغل على حاجتين، اول حاجه ان انت تقدر تشتغل باللغه الالمانيه هنا في مصر، وطبعا
ممكن يكون معروف شوية السالري أو المرتبات الخاصة بمتحدثي اللغة الألمانية، وليه هي اللغة دي يعني في إقبال شديد على تعلمها. أول حاجة أنت تقدر فعلا تتكلم اللغة دي في وقت سنة ونص، طبعا على حسب وقتك واجتهادك. وكنا شغالين على البرامج الخاصة ان احنا فعلا في خلال سنة او يعني سنة ونص أو ممكن اقل ان انت تكون جاهز ومستعد ان انت تشتغل. شكرا. طبعا هنا احنا يعني الصورة دي ممكن يعني بتمثل شوية ان انت قد ايه قدامك طريق. الطريق ده ممكن طويل شوية، لكن معانا ان شاء الله بيكون الطريق اسهل ومش طويل ولا حاجة. ودايما هتلاقي في اي بوست لو دخلت على صفحة النت لافيا ماخندش فت، دي كلمة باللغة الالمانية ان احنا نخليك فت سواء لسوق العمل او للدراسة في المانيا. حديثا بقى موجود عندنا شهادة معتمدة. احنا الاول كنا بس بنأهل الطالب على مستوى اللغة، حاليا بقى عندنا USD سيرتيفيكات، ودي شهادة يعني معترف بها في كل السفارات وفي كل الجامعات سواء في الدول الناطقة في المانيا، سواء المانيا النمسا او سويسرا. يعني خلاص بقيت انت تقدر تدخل المكان لو انت ما عندكش اي فكرة خالص عن اللغة الالمانية، تقدر ان انت تبدأ معنا من الصفر خالص لحد توصل للمستوى المطلوب، سواء المستوى ده B1 أو B2 أو C1، وكمان تحصل على الشهادة اللي السفارة أو الجامعة بتطلبها منك. كمان في برامج خاصة بالتأهيل للحياة في ألمانيا. يعني احنا بس مش بنعلم اللغة، لا احنا بنعلم الثقافة، بنعلم ازاي اصلا اقدر اعيش في ألمانيا، ازاي ايه سوق العمل محتاج ايه هناك، ازاي ما يكونش عندي مشاكل لما أنقل واروح أعيش في مجتمع ممكن يكون مختلف شوية أو ثقافة مختلفة عن الثقافة بتاعتنا. فبرضو بنوفر بالتعاون مع شركة موجودة في ألمانيا اسمها جومي، بنوفر استشارات خاصة بالتأهيل وبالأوراق والتحضير لأن أنا أنقل حياتي كلها في ألمانيا، سواء أنا هنقل للدراسة أو هنقل للشغل. فبنقدر ان يكون بالتعاون مع الشركة دي في ألمانيا ان انت يكون عندك معرفة مسبقة بكل ما هو بكل احتياجاتك او كل حاجة موجودة هناك، بحيث انت تكون رايح خلاص انت مطمن، عارف انت رايح تعمل ايه، عارف طريقك، فبالتالي مش هيقابلك مشاكل كتيرة. من ضمن الخدمات برضو اللي احنا بنقدمها خدمات الترجمة. برضو لما بكون مسافر بحتاج ان انا ترجم اكيد كل الاوراق بتاعتي، طبعا مش هقدمها بالعربي او بالانجليش، غالبا بتحتاج انت ترجمها اللغة الالمانية، فبنقدم خدمات الترجمة من والى الالمانية، ترجمة معتمدة ومقبولة في سواء في السفارات او في الجامعات في المانيا او في الدول الناطقة في الالمانية. ده بالنسبة لدور ديكافي أكاديمي. زي ما قلنا احنا بنشتغل على حاجتين، اول حاجة التأهيل للعمل سواء في مصر او في المانيا. طيب حد يسألني طب ليه اللغة الالمانية او ليه انا اقعد سنة او سنتين بتعلم الالماني؟ طبعا مشهور عنها شوية ان هي ممكن تكون لغة تف او لغة صعبة، الا ان النتيجة بتاعتي او سواء انا المجال بتاعي سواء في او انا بدرس لغات بشكل عام سواء في كليات الألسن أو في كليات اللغات والترجمة أو بدرس أي حاجة تانية، طبعا لما بيكون معايا لغة فهي بتفتح لي أبواب كتيرة. سواء أنا بدرس مثلا هندسة، بدرس طب، طبعا مجال الهندسة ومجال الطب حاليا في ألمانيا من أكتر المجالات المطلوبة. فأنت لو طبعا بتتكلم لغة ألمانية ومعاك شهادة تقدر أن أنت تلاقي شغل بكل سهولة جدا في ألمانيا، وبنقدر نساعدك في ده، وبنقدر كمان نقدم لك استشارات تسهل عليك الطريق او توفر عليك بعض العقبات اللي ممكن تقابلك. الحاجة التانية ان انت دلوقتي لو لسه مخلص ثانوية عامة وعايز أأهل نفسي او حابب ان انا قبل او مع الدراسة اكون بجهز نفسي لسوق العمل بعد كده، فطبعا من افضل الاختيارات ومن افضل الاستثمارات في نفسك ان انت ممكن تعملها ان انت تتعلم اللغة الألمانية. طبعا كل الموجودين وكل الحاضرين معانا النهارده هيكون ليهم طبعا سبيشال اوفر، هيكون لهم خصم خاص بيهم هنعلن عنه طبعا، او هيكون عاده يعني 10-15%. الخصم ده هيكون لكل الحضور اللي حضروا النهارده.
طبعا ÖSD اختصار Österreich Schweiz und Deutschland، معنى كده ان هي anerkannt وبيتم اعدادها بالتعاون ما بين الثلاث دول دول، ما بين مؤسسة ÖSD في النمسا وجامعة فرانكفورت في سويسرا وطبعا جوته انستيتوت من طبعا ممثل لألمانيا. برضو هيكون عندنا ان شاء الله اول امتحان ÖSD A1 A2 B1 يوم 10 ويوم 11 الاسبوع ده. اتمنى طبعا لكل طلابنا اللي هيعملوا الامتحان التوفيق. الاكاديمي طبعا احنا موجودين في سوق العمل او موجودين في السوق من 2018. اتكلمت في الاول عن طيب موجودين فين؟ موجودين في مدينة نصر في شارع الطيران، او في شارع اسمه احمد حسني متفرع من شارع الطيران. موجودين حاليا برضو في الدقي في 71 مصدق، وموجودين حاليا برضو في المعادي جنب القمر الصناعي. عندنا ثلاث اماكن، نرجو ان كل الناس الموجودين يكون ليهم فرع قريب منهم ويقدروا يشرفونا طبعا ويسالوا عن الخاص بيهم. طبعا المؤسسين، طبعا فرابة سانت اسماعيل معانا هنا، نرحب بيها. عندنا التيم بتاعنا دايما بنكون حريصين ان كل انستراكتور او كل كوز لايتر موجود معانا ان هو يكون هوخ كواليفيزيت، يعني بيكون هو اساسا هو خريج او هو دارس اللغه الالمانيه سواء في كليات المتخصصه، وكمان بيكون معاه سيرتيفيكات زي بيشبيل جوته او ÖSD، لان دايما بنكون حريصين ان يكون كل مدرب هو فعلا على كفاءه وعلى ماده علميه قويه جدا. من ضمن التيم او فريق العمل معانا ناس طبعا متسبراخله او هم نيتف سبيكرز سواء من المانيا او من النمسا، وبالتالي ده بيدي فرصه لكل متعلم ان هو يقدر يمارس اللغه مع اهل مع حد لغته الام هي اللغه الالمانيه. طبعا دي بعض الفرص اللي بنأهل ليها سواء في مجال السياحة، مجال الكول سنتر، مجال الترجمة، أو إن أنت حابب كمان تبقى كواز لايتر أو تبقى مدرب، فطبعا بنأهل للموضوع ده. هاي بشكركم وأستقبل أسئلتكم لو حد عنده أي أسئلة نجاوب عليها طبعا بكل سرور. ممكن بس تشغل فيديو؟ طبعا زي ما لاحظنا في الفيديو كده احنا بنركز كويس جدا على الجانب الترفيهي بخصوص بجوار او جنب الجانب التعليمي.
ان الطالب كمان بيكون حاسس وهو موجود عندنا في المكان ان هو في اكتيفيتيز كتيره جدا بيقدر يشارك فيها، مش مجرد بس ان هو بيكون او بيشارك بس في السيشنز الخاصه بالكورس اللي هو حاجزه او اللي هو مش بيشارك فيه، لكن بيكون في اكتيفيتيز مهمه جدا. بنركز على الكوبن ابيت او اللي هو العمل الجماعي، او ان الناس تبدا تكون بتشارك في انشطه كتيره جدا، منها التمثيل، منها ان انت تغني، منها ان انت تعمل أنشطة بتمارس فيها اللغة بشكل دوري بجانب المحاضرات العلمية، أو بتكون المحاضرات بتكون مركزة أكتر على الجانب التعليمي، لا في جانب كمان ترفيهي بنركز عليه جدا، بحيث أن الطالب يكون هو موجود هو بيستمتع بكل دقيقة بيقضيها معنا في المكان. بيكون في برضو جانب كده إنساني شوية، إن إحنا طبعاً بنهتم بالطالب بشكل خاص جداً، إن هو لو طالب مثلاً عنده وليكن جيبوا أتستاك يعني عيد ميلاده عرفت، طبعاً بنبدأ نحتفل بيه، فطبعاً بيكون حاجة من الحاجات اللي هي يعني جميلة جداً إن حد يحس إن هو فعلاً موجود في وسط ناس حابة إن هي تشاركه كمان في الأوقات السعيدة بتاعته. بكده أكون وصلت لنهاية الكلمة بتاعتي، وأشكركم جدا لاستماعكم، ولو في أي أسئلة طبعا نتلقاها إن شاء الله.